العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. أهلا بكم مشاهدينا في حصاد الليلة من الشرقية والشرقية نيوز، يرافقكم فيه من استوديوهاتنا في لندن سعيد شبيب. ومن عمان عمر محرف وآية علقم. تحية لك آية مشاهدينا، أهلا بكم. البداية بالعناوين. ميليشيات سائبة تفرض سلطتها على قضاء المقدادية بقوة السلاح، موجة نزوح غير مسبوقة مع استمرار حرق المنازل والمحال وصور جديدة لحرق المساجد. الذين يكملون عمل داعش يقومون بالاعتداء على الأملاك العامة، على المساجد، أيضا ليس لهم مكان بيننا. بعد 4 أيام من الانفلات الأمني في محافظة ديالى، العبادي يقول من قيادة عمليات دجلة إن الخارجين عن القانون استغلوا الأوضاع ليفجروا المساجد ويعتدوا على المدنيين. شهادات توثق وفاة عشرات المعتقلين من أبناء الأنبار من قبل مجموعات مجهولة الانتماء الأمني جراء عمليات التعذيب وسوء المعاملة. منشورات في ميسان تحمل ختم جهة تروج لأفكار ذات طابع ديني وتعتبر النساء غير الملتزمات بها بأنهن فاسقات. النفط في أدنى مستوى منذ 12 عاما، وموازنة العراق تقرع نواقيس الإنذار في الولايات المتحدة، والعبادي يوجه خلية الأزمة باتخاذ مجموعة إجراءات مالية. سلسلة هجمات بقنابل وأسلحة نارية شنها تنظيم داعش في العاصمة الإندونيسية جاكرتا توقع 20 قتيلا على الأقل. تسود حالة من القلق والتوتر قضاء المقدادية في محافظة ديالى مع استمرار الانتهاكات التي ترتكب على يد ميليشيات سائبة تفرض سلطتها على القضاء بقوة السلاح. وتؤكد مصادر محلية وبرلمانية أن المقدادية تشهد منذ 48 ساعة موجة نزوح واسعة للأهالي من مركز القضاء بسبب الانفلات الأمني وبروز لغة السلاح في الشوارع، مؤكدة أن مسلسل تفجير الدور والمحال التجارية مستمر. وتقول المصادر إن الميليشيات تمنع القوات الأمنية من دخول المقدادية حتى بعد وصول العباد إلى بعقوبة مركز محافظة ديالى. وبحسب المصادر ذاتها فإن الميليشيات أعدمت أكثر من 90 شابا من أهل المقدادية خلال الساعات 72 الماضية، وأن سكان المدينة باتوا مخيرين بين الموت أو الخروج من مدينتهم. وأظهرت صور جديدة تداولتها مواقع التواصل حجم الدمار الكبير والخراب الذي حل بالمساجد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بعد يومين من تفجير وحرق 9 مساجد وإضرام النار بعدد من المحال وتهديد السكان المحليين من قبل الميليشيات. وأظهرت الصور انهيار مساجد وتفجير واجهات وجدران أخرى من قبل ميليشيات سائبة في المحافظة، مع تزايد الغضب وتحذيرات جهات سياسية ونيابية من خروج الوضع في المقدادية عن السيطرة. وتوثق الصور حجم الخراب الذي تسببت به الميليشيات بعد تفجير مساجد نازندا والقادسية والقدس والأورفلي والمثنى بن حارثة والجامع الكبير ومساجد أخرى وسط المقدادية. ونقلت وكالات عن مراسلين أن حالة من الخوف والفوضى لا تزال تسود المشهد بعد مطالبة الميليشيات السائبة للسكان المحليين بإخلاء القضاء قسرا ولدوافع طائفية.
في هذه الأثناء وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي باعتقال المعتدين على المساجد والأموال العامة في قضاء المقدادية في ديالى والتعامل بكل قوة مع مثيري الفتنة الطائفية. وقال العبادي بعد اجتماع عقده بمقر قيادة عمليات دجلة في ديالى إن الخارجين على القانون استغلوا الأوضاع ليفجروا المساجد ويعتدوا على المدنيين، وإن من واجب القوات الأمنية بسط الأمن في عموم المحافظة. تأتي زيارة العبادي إلى ديالى بعد أن أكملت الميليشيات حرق جميع مساجد قضاء المقدادية وتفجير عشرات المحال التجارية وتنفيذ حكم الإعدام على الهوية بعشرة مواطنين وخطف عشرات آخرين ومقتل 2 من الصحفيين. كما تأتي الزيارة بعد أيام من مناشدات للأهالي بوضع حد لجرائم الميليشيات ووضع حد لتهديدها وتهديد العوائل الآمنة في القضاء. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن من يحمل السلاح أو من يحمل السلاح خارج إطار الدولة يجب أن يواجه من قبل جميع أطياف الشعب العراقي، لأن هذا السلاح سينقلب على الجميع. الجبوري قال خلال ترأسه اجتماعا موسعا في مقر قيادة عمليات دجلة إن الدولة هي المسؤولة عن حفظ الأمن وإن الجميع يجب أن يخضع لإرادتها، وإذا كانت الأجهزة الأمنية عاجزة عن حفظ الأمن فلماذا يتم دفع رواتب لأكثر من 30,000 منتسب؟ يشيل سلاح يرجع لبيته ينزع سلاحه، أما يشيل سلاح والشرطة والجيش موجودين هذه ازدواجية، هذا ضرب للدولة وضرب الدولة ما نقبل به. الأصل أن نحافظ على وجود الدولة ونحافظ على بنائها، هذه رسالتنا، هذه رسالة القائد العام للقوات المسلحة، رسالة كل الأجهزة الأمنية. إما أن يستقر الوضع بدياله وإلا لا سمح الله ترى راح تترك الديار والأرض الغيرنا، لا يشعر أحد أنه في منأى عن الخطر. لا عبالكم اليوم ناس شايلة سلاح تدافع عني خارج إطار الدولة، ما أريد، أريد الدولة تحافظ علينا، الدولة هي اللي تحافظ على وجودنا، ما أريد أحد يحافظ على وجودنا، وإلا السلاح سينقلب على أهله، السلاح سينقلب على أهله إذا ما ينضبط بضوابط الدولة. أيضا عد رئيس البرلمان سليم الجبوري تفجير بيوت الله والاعتداء عليها ووجود سيارات تجوب بعض المناطق وتدعو أبناء هذه الطائفة أو تلك للخروج من منازلها عده استفزازا واعتداء واضحا على هيبة الدولة وسلطتها. نواجه داعش ونتبرى من فعل داعش، ثانيا نواجه العصابات الإجرامية أيضا نتبرى من أفعالها، نتبرى من أفعالها، وإلا شنو يعني بيوت الله؟ لوش تستهدف بيوت الله؟ مهما كان فدوى البناء ممكن يعاد، بس هذا استفزاز لمشاعر. شنو سيارات تجوب المناطق تجي تقول هذه المله وهذه العشيره وهذه الطائفه تطلع؟ منين تطلع؟ نريد نخلق اعداء؟ بصراحه ما نستطيع ان نستمر بدوله نطرد ابنائنا بها. الشيعة أبنائنا، السنة أبنائنا، الكرد أبنائنا. أجي أفتر بالسيارات، أجي أقول هذه الطائفة لازم تعوف ديارها وتطلع، على يا أساس وين تروح؟ حصادنا مستمر ونتابع فيه. شهادات توثق وفاة عشرات المعتقلين من أبناء الأنبار من قبل مجموعات مجهولة الانتماء الأمني جراء عمليات التعذيب وسوء المعاملة. كشف النائب عن محافظة الأنبار لقاء وردي عن وفاة عشرات المعتقلين من بين الذين تم اختطافهم في منطقة الرزازة
قبل نحو شهرين من قبل مجموعات مجهولة الانتماء الأمني، وذلك جراء عمليات التعذيب وسوء المعاملة. وأورد بيان للنائبة لقاء وردي قائمة بأسماء 70 معتقلا من أبناء الأنبار قتل عدد منهم وأصيب آخرون خلال نقلهم من سجون مدينة الحلة إلى الناصرية. كما أورد البيان شهادات لعدد من المفرج عنهم في الرزازة توثق وفاة محتجزين وتدهور صحة آخرين، ما مجموعه 1200 نازح من محافظة الأنبار. وأورد البيان عددا من أسماء المعتقلين الذين قضوا خلال عملية الرزازة، وهم كل من عياش حسين علي السلماني، مرعي حسن معيوف نجم السلماني، علاء عبد اللطيف الراوي، شاكر شريف الراوي، محمد جعار فلوجة، حميد عبد غضيب فلوجة، أحمد جاسم إبراهيم فلوجة، وحميد الحرداني. هذا وهددت النائب عن الأنبار لقاء وردي باللجوء إلى المجتمع الدولي من أجل حماية المواطنين والمساجد والممتلكات الخاصة من بطش العصابات والميليشيات. وقالت وردي في بيانها إن ممثلي المحافظات الست والمناطق المنكوبة التي تشهد تغييرا ديموغرافيا ستلجأ إلى المجتمع الدولي في ظل صمت الحكومة والجهات الأمنية عن قوائم المغدورين والمعتقلين وتأخير إعادة النازحين للمناطق المحررة كما يحدث في جرف الصخر. وقالت وردي إن أبناء المكون يتعرضون لانتهاكات كبيرة من خطف وقتل وتهجير، فضلا عن تصفية الكثير من الرموز والشيوخ العشائرية كعضو مجلس باب العقاب الجنابي والقاضي إبراهيم الجنابي وآخرين من قبل مجامع معروفة الولاء والانتماء. أقامت مجموعة قنوات الشرقية مجلس العزاء على روحي شهيدي الشرقية سيف طلال مراسلها في ديالى وحسن العنبكي مصورها في المحافظة اليوم الخميس في مدينة أربيل بجامع رشاد المفتي. وحضرت شخصيات سياسية واجتماعية وعشائرية رفيعة مجلس العزاء في أربيل معبرة عن تضامنها الكامل مع كادر القناة وعائلتي الشهيدين، رافضة استهداف الكلمة الحرة. كما تقيم مجموعة قنوات الشرقية مجلسا آخر للعزاء على روحي الشهيدين البطلين في جمعية الريحاني مقابل جامع الهمشري في العاصمة الأردنية عمان يوم غد الجمعة من الساعة 6 إلى 9 مساء. من هم هؤلاء الضحايا؟ هل هم من كتاب أعمدة الاشتباك الذين يشتبكون مع غيرهم؟ هل هم من مقدمي برامج الهوية التي تصطدم مع هويات أخرى؟ أبدا، هم مراسلون دائما، الذين يقتلون هم المراسلون، والمراسلون هم وحدهم الذين لا يزجون بآرائهم وسط الخبر. واجبات الحكومة تكون أصعب لكي تنضبط هذه الحالات، لكي لا تكون الصحفيين الإعلاميين حتى المدنيين أن يكونوا ضحايا لأيادي قذرة الذي تمتد إلى كي تقوم بهتك هذه بتنفيذ هذه الجرائم البشعة. إننا نزين صدورنا بصورة الشهيد البطل الراحل سيف طلال ونقول لن نتوقف عند هذا الحد، لن ننسى يعني سيف طلال ولن ننسى حسن العنبكي، استشهادهما سوف يكون لنا منارا ونبراسا يضيء دروب كل العاملين في مجموعة قنوات الشرقية. الصحافة لا تتوقف عند حد، سوف نقوم بنقل الحقيقة أينما كان. يعني استشهاد سيف هو كان غصة في قلوب زملائه وكذلك المصور الأخ العنبكي، ولكن فقط أود أن أقول هي رسالة للمواطنين والسادة المتابعين قناة الشرقية. أود أن أقول هو المرحوم سيف وشهيد سيف كان سيفا على الباطل، كان سيفا على قول الباطل، وكان سيفا ضد المفسدين وكل من يريد بالبلاد. يبقى الشهيد سيف سيفا بإذن الله تعالى على كل من تسول له نفسه لكلمة الصحافة الحرة ولكلمة القنوات الشرقية وبشكل عام. يعني احنا باستشهاد الزميل سيف وايضا باستشهاد الزميل حسن، قافلة الشهداء هي ما انتهت يمكن من الصحافة العراقية وبالذات من كوكبة الصحفيين الزملاء اللي استشهدوا من خلال مجموعة قنوات الشرقية. احنا بكل الحوادث السابقة وعمليات الاستهداف وايضا استشهاد زملائنا السابقين ما توقف.
من جهتهم أطلق أساتذة الشهيد المراسل سيف طلال وزملائه في كلية الإعلام في الجامعة العراقية حملة إعلامية وشبابية كبرى باسم كلنا سيف طلال، رافضين استهداف الكلمة الحرة ورسل الإعلام في ديالى المراسل سيف ومصوره حسن العنبكي. وعلق أساتذته وطلبة الكلية التي كان سيف رحمه الله طالبا بالمرحلة الثالثة فيها علقوا الدوام لساعات ونظموا وقفة استنكارية لجريمة اغتيال الشهيدين، مؤكدين السير على خطى سيف وحسن اللذين بذلا روحيهما لإيصال الحقيقة. اليوم كل الكلمة صادقة وكل الكلمة الهادفة وكل الأقلام الحرة مستهدفة على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، أما على صعيد الإعلامي فالاستهداف أكثر وأعم وأشمل وأكبر. وما الزميل سيف ومصوره الزميل حسن العنبقي إلا شاهدين حديثين على مثل هذه الجرائم ومثل هذه الاغتيالات التي طالت الجميع. اليوم أرض العراق هي أرض خطرة بالنسبة للإعلاميين وبالنسبة لكافة الشرائح الأخرى، أما الإعلاميين فهم الأكثر استهدافا لأنهم فعلا العين التي ترى كل شيء والفم الذي يتحدث ويتكلم عن كل شيء، هم فعلا أقلام سلطة رابعة يتحدثون عن الفساد وينقلون ما يمر به البلد من مآسي، لا يسكتهم الباطل على الإطلاق. نأمل بأن يقف وتقف هذه الدماء التي تسال على أرض الوطن، نأمل بأن لا نضطر إلى أن نقف مثل هكذا وقفات مستقبلا نودع بها حبيبا وصديق، نودع بها زميلا من زملائنا في الصحافة. رحمك الله يا سيف، كنت مثالا للطالب الجيد، كنت مثالا للطالب المثابر، كنت مثالا للقلم الحر للكلمة الصادقة. أسأل الله أن يلهمكم الصبر والسلوان، ونحن جميعنا سارون على خطى سيف، ونقول لكل العالم ونقول للجميع بأن مقتل سيف لا تقف عنده كلمة الحق وكلمة الحرية. كلمة الحق باقية ما دام هناك إعلام وما دام هناك قنوات جيدة، ونقول للجميع بأن مقتل سيف هو كان ظلم وظلما وبهتانا، نسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. إن شاء الله يتغمد روح شهيدنا بالجنة هو سيف طلال وحسن العنبقي. رسالة للي غدروا سيف، رسالة للي غدروا حسن العنبقي، كل واحد بالمتواجدين بيناتنا هو حسن العنبقي هو سيف طلال، ما انتهت أبد. انطلاقتنا راح تكون إن شاء الله من المكان اللي استشهد به حسن واللي استشهد به سيف طلال، خصوصا شباب كلية إعلام محافظة ديالى. إن شاء الله لنا وقفات عدة ويا اللي غدروا ويا الجو بشكل عام. ما كانت هذه إلا رصاصة لتثني من عزيمة الإعلام والصحفيين، لكننا سائرون كلنا على نهج ومسيرة الإعلامي سيف طلال والمصور الصحفي حسن العنبكي. كلنا سيف طلال، اليوم وقفنا هذه الوقفة لنقول للجميع بأننا كلنا سيف طلال وكلنا سائرون على هذا الطريق وكلنا شهداء الإعلام وفداء في سبيل الوطن وإيصال كلمة الحق من أجل أن يكون المجتمع، نصل برسالة هادفة. وكلنا اليوم سيف طلال، ونشكر قناة الشرقية ونشكر الجميع من الذي وقفوا معنا هذه الوقفة. واستذكر ناشطون وصحفيون داخل العراق وخارجه أبرز تقارير وتغطيات الفريق الناجح في ديالى الذي كان يمثله شهيدان البطلان المراسل سيف طلال والمصور حسن العنبكي، وكيف كانا قريبين من معاناة المواطنين عموما والنازحين بشكل خاص. وتداولت المواقع على نحو واسع تقارير سيف وحسن حول الأحداث الأمنية في ديالى وما صاحبها من عمليات تهجير إلى مخيمات النزوح، ولعل أبرزها التغطية التي قام بها شهيدان البطلان في مخيم علياوة. السلام عليكم بالحاجة. السلام، هلا ومرحبا. يا هلا، شلونك؟ شلون زين الحمد. تسمحي لي اقعد يمك؟ يا الله حجية، ان شاء الله كنا ولدك ان شاء الله. حجية، اريدك توصفي لي شلون مرت عليكم الامطار الماضية. والله الامطار هم مرت فاضت هاي خيمتي من هنايا ومن هناك، ماني متخطرها، كان يمي حفرت نقرة وبسطة بالطاسة أقرف وأحط بيها أقرف وأحط بالسطل
لا ما صبحت عاد الدنيا راح انا الخانقين وخلاني هذول الجوارين هم يدرون ابو السلوان يدري والبنيه هم دربتها وياهن كيف طين ومطر وانا بقيت هنا يعني أيوة. سنتي وحدك بالخيمه بنيه وياي بس انتوا كم نفر انتوا انا يعني وبنيه وياي وبنيتك إيه. الله يحفظها ان شاء الله الله يسلمك الله يرضى عليك يعني انتوا تركبون على هاي عتشوله هاي ركبت اي اي نعم ويعطوكم نفط ويوزعونكم وانتوا تشترون لا يوزعون نفط بس على البطاقه كيف تبقى البطاقه ما اقدر انطيها تبقى هواي تتعطل واخاف الضي انا من يطلع لي بطاقه بعد اشتري مشترى تشترون ايش قد سعر والله هسه انا الجلكان 15 15000 دينار اي زين هاي منين تجيبون مبالغ وانتم قاعدين والله ندبر حصه ومنا ومنا ونوبات ذاك اليوم انا جيت شيخ الجامع انطاني 75 صرفت بيهن الله يكون بعونكم حجيه وان شاء الله ترجعون لمناطقكم انتم من يا منطقه انا السعوديه ان شاء الله من السعوديه نعم لا والله لحد الان ما رجعنا الله كريم ان شاء الله هم نرجع جديد الله كريم الله يكون بعونك حجيه هم يقصرون والحمد لله والشكر يعني هذه نبذه مختصره كيف تعيش العائلات في هذا المخيم يعني اليوم الوضع مأساوي جدا اليوم هناك مناشدات ومطالبات إلى المنظمات الدولية والحكومية بإنقاذ هذه الأسر من هذا الوضع المعيش الصعب جدا هناك أمراض هناك نقص بالمواد الغذائية هناك نقص أيضا بمادة الوقود جملة من الصعوبات تعيشها العائلات داخل مخيم عيلياوة. أهلا بكم من جديد ينضم إلينا في استديو الحصاد أستاذ العلوم السياسية دكتور سعد ناجي جواد محللا للوضع السياسي والأمني الحالي في العراق دكتور سعد أهلا بك على ما يبدو بأن الإرهاب تتسع دائرته ويتخذ أكثر من شكل وبأكثر من محافظة أي مرحلة إرهاب يمر بها العراق حاليا؟ ابتداء خليني أعزي عائلة الشهيدين سيف وحسن وأدعو من العلي القدير أن يكون مثواهما الجنة وأعزي الشرقية أيضا بهذه الكارثة وهذا المصاب وهذا أعتقد هو استمرار لنهر الدم الذي فتح في العراق منذ عام 2003 وهذا اللي أنا طبعا دائما ما أكرره ولا أعجز من تكريره وهو هذا هو ما أريد للعراق منذ عام 2003 قتل ودم وتمزيق وتفسيخ للحمى تمزيق للحمى الوطنية العراقية وتشتيت العراق بطريقة بحيث لا يمكن أن يكون له أي دور سواء إقليمي أو محلي أو حتى دولي هذا الإرهاب اللي نعيشه هو إرهاب خطط له منذ زمن بعيد وما زاد في الاكثار من نوع من هذا النوع من الارهاب هو الكميه الهائله من الضخ الاعلامي الذي يثير الاحقاد الطائفيه والنزعات الطائفيه والمناطقيه واللي اتبعها الساسه العراقيون الذين وصلوا الى العراق بعد 2003 لحد هذه اللحظه رغم كل المآسي لا نزال نسمع هذا الحديث الطائفي من قبل بعض السياسيين أو الغالبية العظمى من السياسيين وكأنما هنالك رغبة من هؤلاء على ركوب موجة الدم في سبيل البقاء بمناصبهم دكتور اسمح لي بس الإرهاب بس فقط يعني تعقيبا على ما تذكر الإرهاب أوسع من المواجهة من الأنبار في الأنبار التي تحصل في الأنبار الإرهاب أوسع من فكرة داعش أم ماذا الإرهاب الآن يعتقد انه الاستمرار في هذا القتل وفي هذه التصفيات الجسديه وهذا التمزيق الطائفي هو سبيل الوحيد للبقاء في العراق. هو لا يفكر بالعراق كدوله عراقيه، انظر الى السياسيين الان ماذا يتحدثون. كل واحد من عندهم يتحدث عن مكونه ولا يتحدث عن العراق.
يتحدث عن منطقته ولا يتحدث عن العراق. العراق لا يهمهم بشيء، العراق الآن بالنسبة لهم مزرعة، كيف يمكن الاستفادة أو سرقة هذه المزرعة أو خيرات هذه المزرعة بالطريقة اللي تناسب عقولهم وتفكيرهم. ويساهم في هذا طبعا دول الجوار قاطبة، حتى لا أستثني أحد، ويساهم في هذا طبعا دول أخرى ساهمت في احتلال العراق ولا تزال تعمل على تمزيق العراق. وطبعا الدور الأكبر موكول بأشخاص يطلق عليهم اسم عراقيين ويطلق عليهم أنهم من أبناء العراق وهم الذين يمزقون العراق. أنت انظر الآن حادثة ديالة، حادثة المقهى، الضحايا من المكونين، مقتل الصحفيين من المكونين، الآن القتلى الذين يقتلون ويهجرون في منطقة في 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 ديالة هم خليط، لكن كل طرف يركز على طرف واحد ويدعي انه هو الذي بدأ وهو الذي قتل منه اكثر وهو الذي اعطى ضحايا اكثر حتى يزيد تأجيج الصراع. والحكومة، وهذه المشكلة الأساسية، عاجزة عن فعل اي شيء. انا اتحدى اليوم السيد المالكي، السيد العبادي عفوا، السيد العبادي الان تحدث عن الإسراع، ضرورة الإسراع بإلقاء القبض على الجنات ومن قتل الشهيدين ومن دمر المساجد. أنا الآن أمامك أتحدى، بعد 6 أشهر نلتقي، بعد سنة نلتقي، إذا سمعت من عنده أو من الحكومة أو من أي جهة من الحكومة بأنها ألقت القبض على من قتل الشهيدين أو من دمر المساجد، ها؟ قل لي انك لا تعرف شيئا في السياسه العراقيه الحاليه وليس العراقيه. حتى مصير التحقيقات السابقه يعني لا زال مجهولا بطريقه او باخرى. من هذا المنطلق انا اقول لك لن يحدث شيئا. كل القتل والتدمير اللي جرى بالعراق وكل ما حدث سابقا في دياله، ودياله صار لها اكثر من سنه ونص سنتين تعيش هذه الماساه، ولا احد خبرنا عن النتائج تحقيق في مهاجمة الجامع أو في مهاجمة المناطق الأخرى أو في التهجير أو لم يسمح للنازحين منها بالعودة إلى مناطقهم. لحد هذه اللحظة لا نعلم شيئا. ماذا ميليشيات من هي الميليشيات؟ أنا أتحداهم الآن إذا يقولون من هم الميليشيات المنفلتة. سنعود إلى موضوع الميليشيات وحرية تنقل هذه الميليشيات، ولكن طالما جئت قبل قليل على ذكر زيارة السيد حيدر العبادي لديالا، سنذهب بالصور لمتابعة آخر الصور التي وصلت عن هذه الزيارة. ورافق السيد العبادي السيد قائد العمليات ومحافظ ديالا، نذهب ومن ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع الدكتور سعد ناجي جواد. السلام عليكم.
أستاذ سعد، على ما يبدو بأن هذه الزيارة جاءت لبعقوبة، ويقال لا أحد يستطيع أن يصل إلى المقدادية مركز التفجير والحرق والقتل. السؤال الذي يطرح نفسه بطريقة أو بأخرى، أين هي هيبة الدولة؟ أنا قلت سابقا وأكرر مرة ثانية أنه العراق فقد الهيبة كدولة منذ عام 2003، ولم يستطع أو لم تستطع أي حكومة من الحكومات السابقة أن تستعيد هذه الهيبة. هذه مسائل مفروغ منها، يعني هو تكرار للكلام. الدولة التي لا تمتلك جيش قادر على أن يحفظ أمن الدولة الخارجي، ولا شرطة التي تستطيع أن تحفظ أمن الدولة الداخلي، ولا أجهزة أمنية تستطيع أن تساهم في استتباب الأمن، ولا محاكم تقتص من المجرمين، ولا دولة قادرة على إنزال أو حكومة قادرة على إنزال العقوبات بالمجرمين والمتخطين للقانون أو متجاوزين على القانون. لا الدولة لا لا، هذه حقيقة يعني من المعيب أن نتحدث عن العراق كدولة الآن في ظل هذه الأوضاع. لا توجد دولة، توجد هنالك كيانات ووجوه تدعي أنها سياسية، وكل واحد يتصرف على هواه. ولا رئيس الوزراء طبعا بادرة جيدة من أن يذهب إلى بعقوبة، هذه مسألة يجب أن تذكر، لكن هذا المفروض به الآن كشخص المسؤول الأول عن حماية أمن العراقيين أو أرواحهم أن يشكل له مقر في بعقوبة في ديالة، ويسكن في هناك لمدة من الزمن حتى يحل المشاكل. طيب هو لماذا هذا الطرح مفقود؟ لم يستطع أن يذهب إلى المقدادية، لا هو ولا كل هذه القوات العسكرية اللي ذهبت معه. لم يستطع حتى نواب المنطقة لم يذهبوا معه، هو ذهب الوحدة الآن. هل شاهدت أحد من نواب ديالة معه في هذه الزيارة؟ بالتلفزيون يأججون الناس ويأججون الضغائن ما بين مكونات الشعب العراقي، وفقط هم قاعدين في بغداد لا يذهبون إلى مناطقهم ويرون ما هي المشكلة. هذه كارثة بالسياسة. لماذا هذا الطرح مفقودا الذي جئت على ذكره قبل قليل؟ وماذا تفعل فعليا مساعدات الدول العظمى للحكومة العراقية؟ الدول العظمى يهمها شيء واحد الآن، مثل ما شفنا مع تركيا. تركيا ظلت تساند كل الجهات المسلحة التي تعمل ضد بشار الأسد، لأنها لا ترغب في أن يبقى بشار الأسد في السلطة. لما حدث التفجير البارحة في إسطنبول، اليوم رئيس الوزراء التركي يقول دمرنا 500 أو 200، ما أتذكر والله الرقم، مركز لداعش، واقتلنا العفو 500 مركز واقتلنا 200 فرد من أفراد داعش. يعني هو ودولته يعلمون المراكز التي يمتلكها داعش، ويعرفون أين هي، ويعرفون المسلحين كم، بحيث هو صرح هذا التصريح. وكذلك الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الحال مع بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني وما شابه ذلك. كل هؤلاء وجدوا أن هنالك خطر اسم داعش، عندما داعش امتدت إلى العراق وبدأت تهاجم مناطق أخرى وتقتل أجانب. قبل هذا التاريخ ما كان عندهم اعتراض على داعش، كانوا يساندون داعش، ولحد هذه اللحظة هنالك من يساند داعش ويشتري له الأسلحة. هذه هي الحقيقة الغائبة عن السياسيين العراقيين. يعني هم يتصورون أن الولايات المتحدة الأمريكية حبا بالعراق جاءت لمحاربة داعش، هي من خلق هذا الوضع اللي سهل لداعش أن يظهر بهذه الطريقة، هي من خلق هذا الجيش اللي يسمى جيش عراقي وهو حقيقة ليس بالجيش العراقي اللي انهزم أمام داعش، وهي من ادعت أنه دربت هذه القوات، وبالنتيجة شفنا نوع التدريب والتسليح اللي زود. ولا يزال لحد هذه اللحظة من السياسيين الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين من يتحدث ويقول أن العراقيين الآن هم بأفضل حال مما كانوا عليه قبل 2003. طيب عندما داعش يفجر بهذه المحافظة وبتلك، وعندما أيضا يذهب إلى بغداد ويفجر ويأخذ رهائن، هل هي عملية إثبات الوجود؟ داعش عنده استراتيجية واضحة منذ زمن بعيد. داعش يحتل المناطق ويتمركز بيها، ولما يجد أن هنالك هجوم عليه في منطقة أو ضغط عليه في منطقة يتراجع، ها،
ويفتح جبهة في منطقة أخرى. هذه سياسة واضحة. الآن احنا دا نسمع انه هو دا يتقدم حول سامراء وفي مناطق أخرى من 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 من, من المناطق المجاورة للأنبار. هذه هي استراتيجيته، هذا هو سياسته، استراتيجيته لإنهاك القوات العراقية، لإنهاك المقاتلين العراقيين، وبنفس الوقت إبقاء المناطق اللي سيطر عليها في مأمن مثل الموصل ومثل مناطق شرق الأنبار وغيرها. مستعمل هذه الاستراتيجية وناجحة. القوات العراقية، القوات الدولية، التحالف الدولي لم تستطع لحد الآن أن تحرز نصرا كبيرا. نعم هي استطاعت أن تدخل إلى قلب الرمادي، بس قلب الرمادي هو ليس المشكلة، المشكلة هي الرمادي والطريق إلى الأردن وهذا الطريق المرور السريع والطريق الدولي وما شابه ذلك. البيشمركة دعوا أنهم مصرح حرروا سنجار والمناطق المجهد. نعم هم صحيح هذا الشيء قام به، لكن لا تزال هنالك عمليات وهجومات على هذه المناطق. لم تستطع هذه القوات كلها في أن تدحر داعش وتدفع من المناطق المتواجد بها. والدليل أنه الآن مثل ما قلت حول سامرة هنالك عمليات، في داخل بغداد هنالك عمليات انتحارية وعمليات إرهابية وقتل للمواطنين الأبرياء، ودنا نشوف إحنا شلون تمتد العمليات الإرهابية من منطقة إلى منطقة. طيب دكتور، طالما ذكرت بأن استراتيجية داعش واضحة، فما هي الآلية التي تعمل عليها إذن الحكومة العراقية؟ والله يعني هو هذا نفس السؤال اللي أحب أن أسأل الحكومة العراقية. هذه العملية واضحة منذ احتلال الموصل ولحد هذه اللحظة. بيجي فد 20-30 مرة سمعنا أنه حررت بيجي واستعادتها القوات، ثم نسمع بأنه قتال حول بيجي، لأن نسمع أنه هنالك هجوم المناطق المجاورة إلى كركوك، المناطق المجاورة إلى الموصل، المناطق المجاورة إلى الأنبار، كلها لا تزال تشهد قتال مستمر. يعني الجيش العراقي الآن إذا تعرف خريطة العراق الآن يدعي أنه حرر الرمادي، لكن قبل الرمادي الفلوجة لا تزال بيد داعش، وقبلها حديثة لا تزال أطرافها بيد داعش، وهكذا. ما الفائدة؟ يعني قصدي من هذا الكلام أنه إحنا لا نزال نسمع عن عمليات عسكرية مستمرة ودحر لداعش وقتل 200 و300 و400 و530 و10 و11، ولا يزال داعش يتحرك في كل هذه المناطق وعند القدرة على القتال في هذه المناطق كلها. ولا يعني أنا أتصور أنه الآن الحكومة العراقية، يعني إذا تسمح لي أقول هذا الكلام وهو يعني يألمني، إما أن تقول أنها عاجزة عن حماية أرواح العراقيين وبالتالي تطلب من الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية إرسال قوات للمناطق اللي ما تستطيع أن تصلها حتى هي تركز في القتال على مناطق أخرى، أو تنسحب وتقول إحنا حكومة عاجزة وخل نلجأ إلى انتخابات، خل نلجأ إلى أحكام عرفية، خل نلجأ إلى قوانين اضطرارية لكي يستتب الأمن في العراق. أما أن تبقى المسألة سائبة بهذه الطريقة والضحايا يزدادون يوم بعد يوم والحكومة عاجزة عن فعل أي شيء، بالبصرة الاقتتال ما بين العشائر، في بغداد التفجيرات، الآن في ميسان هنالك مشكلة كبيرة وقد تتطور إلى 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 صراع دموي، في المناطق الأخرى مثل ديالة وغير ديالة وكركوك نزاع طائفي إثني مقيت يجري هناك دون أن تتمكن الحكومة من فعل أي شيء، ولا حتى حكومة إقليم كردستان حتى لا أبريها من هذه العمل، لا تعمل شيئا من أجل استتباب الأمن في هذه المناطق. هي تهمها مناطقها فقط ولا تهتم بالمناطق الأخرى، مع العلم هي شريكة في الدولة العراقية كما تدعي هي. فالعمل هذا، هذه الدولة، هذه الحكومة، هؤلاء الساسة اللي أتوا بعد 2003 أساسة فاشلين، والعراقيين يظهر أنهم غير قادرين على تشكيل حركة وطنية قادرة على أن تجمع الجميع في سبيل مواجهة هذه الكوارث الكثيرة، ورح يبقون هؤلاء إلى أن يصل العراق إلى الإفلاس. وكل واحد من هؤلاء الآن إن أنت تنتبه، حتى نداءات مرجعية النجف لا يلتزم بها من قبل الميليشيات المسلحة، هي اللي تتحدث باسم المرجعيات وتقول أنها تابعة، الآن ما حد يسمع لها لأنها ضد مصالحها. الآن العراق مقبل، والعراق أنا في تقديري سوف لن يتقسم
عملية تقسيم مثل ما حدث في يوغوسلافيا وغيرها، لأن التقسيم راح يكون حرب دموية أهلية بين كل هاي المكونات وبين كل هاي المناطق، والنتيجة راح تكون كارثية ولا تحكى يعني، ولا أحد يعرف شنو عقباها. أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعد ناجي جواد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مشاهدينا نعود بعد قليل لاستديوهاتنا بعمان. مشاهدينا تتابعونا في حصاد الليلة. النفط في أدنى مستوياته منذ 12 عاما، وموازنة العراق تقرع نواقيس الإنذار في الولايات المتحدة، والعبادي يواجه خلية الأزمة باتخاذ مجموعة إجراءات مالية. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع محطة CNN الأمريكية إن تنظيم داعش في العراق وسوريا يمكن هزيمته بسرعة، لكن الحرب الدولية على المدى الطويل تستهدف الجانب الفكري والتربوي لمثل هذه الجماعات. Again, let's make the differentiation when we say ISIS, Syria, or Iraq, or if we're saying this global war against the Khawarij, the outlaws of Islam. So ISIS, Syria, and Iraq can be defeated fairly quickly, but the global war, what I call the Third World War by other means, is one that is a generational one. Hopefully the military security aspect is the short term, or the military part is the short term. The midterm is going to be the intelligence and security aspect. The long term is the ideological one and the educational one. And that's a generational one? That's a generational one, not only inside of Islam, as we as Muslims regained the supremacy against the crazies, the outlaws of our religion, but also reaching out to other religions, that Islam is not what they have seen being perpetuated by a 0.1% of our religion. قررت خلية الأزمة خلال اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ مجموعة إجراءات لمعالجة الوضع المالي في البلاد في ضوء الانهيار الكبير في أسعار النفط العالمية التي بلغت أدنى مستوى لها منذ 12 عاما وما ترتب عليه من قلة إيرادات الدولة. وأكدت خلية الأزمة بضرورة عدم المس برواتب ومدخولات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومنتسبي شركات التمويل الذاتي. ووجه العبادي خلال الاجتماع بتأمين مبلغ مناسب كحوالات خزينة من البنك المركزي، بالإضافة إلى بحث اتخاذ إجراءات لتفعيل الإيرادات غير النفطية والاستفادة مما ورد في الموازنة العامة لعام 2016 بشأن استحصال الأجور والخدمات في الوزارات والحكومات المحلية. هذا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مشاكل الموازنة المالية التي يمر بها العراق بدأت تقرع نواقيس الإنذار في الولايات المتحدة التي فقدت ثقتها في تمويل هذا البلد بعد أن بدد كميات كبيرة من الأموال منذ عام 2003. وتقول الصحيفة الأمريكية إن قضية اعتماد الحكومة العراقية على التمويل الأمريكي لم تعد واردة، إلا أن واشنطن قد تعرض على الحكومة العراقية تقديم الاستشارات الفنية لتأمين الحصول على قروض من المؤسسات الدولية في وقت تسعى الحكومة العراقية للحصول على قرض بقيمة 2,700,000,000 دولار من الولايات المتحدة لشراء معدات عسكرية. وتضيف نيويورك تايمز أن الاتفاقية التي أبرمها العراق مع صندوق النقد الدولي تجبر الحكومة العراقية على تبني إصلاحات طويلة الأمد، منها عدم الاعتماد على النفط بشكل مطلق وخفض الإنفاق غير المبرر لكبار المسؤولين الحكوميين ومحاربة الفساد وترشيق الرواتب بالحكومية المترهلة وكذلك إصلاح النظام الضريبي. هذا وانخفض سعر خام برنت إلى أقل سعر له من 12 عاما أو منذ 12 عاما مع اقتراب وصول معروض إضافي من النفط الإيراني وسط مخاوف من تخمة عالمية وبواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي. وهبط خام القياس العالمي برنت إلى 29 دولارا و73 سنتا مسجلا أدنى مستوياته منذ شباط 2004 ومنخفضا أكثر من 1.5%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا إلى 30 دولارا و83 سنتا إثر تراجعه في وقت سابق من اليوم.
والخام الأمريكي متداول بعلاوة سعرية نادرة فوق برنت، مع تأثر خام القياس العالمي سلبا باحتمالات تدفق مزيد من الخام الإيراني بعد الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على طهران بحلول غد الجمعة. إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن المافيات والمصالح الخاصة داخل الدولة وخارجها وأصحاب الأجندات القديمة الجديدة هي من تدافع وتقاتل بذرائع مختلفة عن تشريعات وممارسات مخالفة للدستور، وهي من تقف بوجه تحرير الاقتصاد العراقي دفاعا عن مصالحها وأنانيتها. عبد المهدي دعا في بيان له الحكومة العراقية ومجلس النواب للتخلص من العقليات التي أسماها بأنها تعتاش على الاقتصاد الريعي وأمواله السهلة لكي لا تستمر الأزمة الاقتصادية وتتعمق. إذن ينضم إلينا الآن السيد جبار العبادي، عضو اللجنة المالية النيابية. أهلا بك سيد جبار. يعني في ظل انخفاض أسعار النفط وهذه الخلية، خلية الأزمة، ماذا بيدها أن تفعل حتى تتدارك، يعني لا أدري إذا كان إفلاسا وشيكا أم يعني مشكلة مالية عويصة ستحل على رأس الحكومة العراقية والعراقيين في 2016؟ نعم، تحية لك ونعزي قناة الشرقية باستشهاد الإعلاميين وكذلك عوائلهم، وأنا نعم نسمعك سيد جبار. نسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. نعم، خلية الأزمة اجتمعت بخصوص موضوع تدهور أسعار النفط وضرورة إيجاد البدائل. نحن نعلم جيدا أن ما بيد خلية الأزمة وما تعمله الشيء يعني القليل، لأن موضوع انخفاض أسعار النفط بهذه السرعة، يعني كلنا كان عنده تصور أنه تنخفض أسعار النفط، لكن كنا نتوقع يعني خلال أشهر ممكن الانخفاض، لكن لم يكن أحد يتصور أن تنخفض بهذه السرعة خلال أيام. لذلك يعني خلية الأزمة الآن تحاول أن تؤمن رواتب الموظفين للفترة القادمة اللي هي تبدأ احيانا يعني من الشهر الثالث تقريبا، على اعتبار ان هذه الاشهر ما نستلمه من ايرادات وعائدات تمثل بيع النفط للاشهر الثلاثه السابقه. اذا الازمه تبتدئ بعد ثلاثه اشهر، لان انخفاض سعر النفط الان اللي هو بحدود 27-26 دولار يعني تبدي اثاره بعد هذه الفتره. لذلك يعني تأمين رواتب الموظفين من خلال الاقتراض من المصارف الداخلية، وكذلك موضوع الخدمات وضرورة الجباية، وكذلك الاعتماد على الحكومات المحلية في محاولة سد نفقاتها من خلال الجباية والرسوم المحلية. تقريبا هاي الخطوات اللي تحاول الحكومة العمل عليها خلال الفترة القادمة. طيب سيد جبار، يعني أسعار النفط كما ذكرت يعني هي تهوي بسرعة، وهناك مخاوف من أن يصل سعر برميل النفط إلى 20 دولارا. هل الحكومة العراقية قادرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وهي تؤكد على عدم المس بها في ظل أسعار النفط إذا ما وصلت إلى 20 دولارا للبرميل؟ نعم، الحكومة قادرة، وهي حسب ما التزمت به على لسان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بأنها قادرة على توفير رواتب وتعويضات الموظفين، سواء الموظفين أو بقية المكلفين بخدمة عامة أو حتى شبكات الحماية الاجتماعية والمتقاعدين، لأن مسؤولية الحكومة بتأمين الرواتب هي يعني موضوع لابد منه، وبالتالي الحكومة لا يمكن لها أن يعني تبرر عدم قدرتها على يعني إعطاء تعويضات الموظفين ورواتب الموظفين، لأننا نعلم أن الموظف هو بالنتيجة يعني مرتب التزاماته على الراتب اللي يستحصل عليه من الحكومة. لذلك يعني حسب ما
يعني علمنا من السيد رئيس الوزراء أن الحكومة نعم قادرة على توفير رواتب الموظفين خلال الفترة القادمة. نعم سيد جبار، يعني تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أكد بأن الولايات المتحدة قد فقدت الثقة في تمويل العراق أكثر وأكثر، خاصة بعد أن بدد كميات كبيرة من المال وعدم السيطرة على السياسة المالية بشكل جيد، يعني وهي قد تقدم النصح، والعراق يعني يريد أن يقترض من الولايات المتحدة مليارين وسبعمائة مليون دولار ذلك كمساعدات عسكرية. يعني اليوم عندما يفقد العراق الثقة في بلد كالولايات المتحدة، وصندوق النقد الدولي يضع شروطا صعبة جدا لمساعدة العراق ماليا، هل يستطيع العراق أن يكون عند حسن ظن الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي لكي يحوز على هذه المساعدات، خاصة في ظل هذه السياسات التي يتبعها الآن؟ يعني هو لا، الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن مولت العراق، حتى عقود الأسلحة بالمناسبة اللي تم التعاقد عليها لم يتم الحصول عليها لا بالوقت المناسب ولا بالنوعية المناسبة، وكذلك صندوق النقد الدولي. يعني ما يتم التفاوض بشأنه يعني من قرض لا يكفي لسداد رواتب يمكن أسبوع أو عشرة أيام للموظفين. بالتالي يعني احنا شاهدنا بالموازنة يعني 70% من القروض اللي تعتمد عليها الحكومة في تسديد العجز أو تمويل العجز هي قروض داخلية من المصارف الداخلية ومن خلال طرح سندات الخزينة. أما القروض الخارجية فأعتقد يعني رغم أن صندوق النقد الدولي نعم مؤسسة عالمية نحتاج لها كثيرا في الاستشارة، نحتاج لها كثيرا في موضوع تمويل العجز، لكن أعتقد أنه ما تقدمه هذه المؤسسة للعراق شيء قليل ولا يناسب أو لا يتناسب مع ما يحتاج العراق من موضوع أو من المشكلة النقدية التي يواجهها. لذلك أعتقد أن العراق لابد أن يعتمد على يعني مدخرات الداخلية، إمكانيات الداخلية حتى يستطيع أن يعبر هذه الأزمة. طيب. ونحن على ثقة أن الحكومة وجميع الجهات تستطيع العبور وأن تنتقل من هذه الأزمة بنجاح. طيب سيد جبار، يعني تتحدثون عن جملة من البدائل، منها الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي، ولكن يعني الصحيفة أوردت جملة من الأمور هي قد تكون السبب وراء العجز الذي يصيب الميزانية، منها يعني الإنفاق غير المبرر لكبار المسؤولين، هناك فساد أيضا في الوزارات والدوائر الحكومية، رواتب حكومية مترهلة. يعني هل هناك تحرك نحو هذه الأمور من أجل أن يكون لهذا القرض الداخلي أو الخارجي يعني صدى أو يحاول إصلاح الوضع الداخلي العراقي؟ هل هناك تحرك نحو محاربة الفساد حقيقيا داخل الدوائر الحكومية؟ هل هناك ترشيق وزاري؟ وهل هناك يعني رواتب حكومية عالية وبرلمانيين يستلمون رواتب كبيرة؟ هل هناك تحرك نحو هذا الموضوع؟ يعني تعلم سيد الكريم أن سيد رئيس الوزراء بدأ بالإصلاحات من الهيئات الرئاسية ومن الوزراء ومن بدرجتهم من أعضاء مجلس النواب، وبالتالي تم تخفيض الرواتب أكثر من 50%، ولا أعتقد أن هذه الرواتب تشكل نسبة معينة أو نسبة كبيرة، هي لا تصل حتى إلى 1% من موازنة الدولة. وما يطرح نعم نتفق أن يعني عدد الموظفين ما يتقاضاه يعني أو ما يترتب عليه هذه الرواتب من موازنة الدولة إجمالا هو مبلغ مبالغ به، لكن بالحقيقة هو هذا أصبح واقع حال. يعني لا حد يستطيع، لا حكومة ولا برلمان لا يستطيع تخفيض الموظفين ولا يستطيع تخفيض رواتبهم. بالتالي يعني موضوع المطالبة بتقليل رواتب الموظفين أو تقليل عدد الموظفين هذا شيء مستحيل. بالنتيجة الحكومة أمام تحدي بالنسبة لهذا الموضوع، وأنا أعتقد أن الحكومة قادرة على تجاوز هذا التحدي، تستطيع تأمين الرواتب. أما مسألة الفساد، نعم الفساد لا أحد ينكره، لكن هناك حملة لمحاولة إيقاف الهدر في المال العام ومحاولة القضاء على الفساد.
نعم سيد جبار، يعني تتحدث بتفاؤل عن الموضوع وتقول إن الحكومة تستطيع تأمين الرواتب، هل هذا هو الطموح فقط؟ تأمين الرواتب هو الطموح؟ كيف ستدور عجلة التنمية في البلد إذا فقط توقف طموح الحكومة العراقية عند تأمين الرواتب؟ وليس الطموح حقيقة، هو بالتأكيد يعني طموحنا أن تكون هناك خدمات أفضل، أن تكون هناك تنمية، لكن الآن نحن في يعني مشكلة نقدية، ما يعني ما يتم الحصول عليه من إيرادات أقل بكثير من الإنفاق اللي نواجهه بموضوع الرواتب، لكن هذا موضوع يعني لابد من تجاوزه، تحدي يعني مسألة تأمين الرواتب هو تحدي، لذلك يعني نعتبر الآن نعم يعني قدرة الحكومة على تأمين الرواتب خلال هذه الفترة أعتقد هو ليس بالشيء الهين، لكن هو مو مسألة طموح، بالتأكيد طموحنا أكبر من هذا، لكن نعتقد أنه خلال هذه الفترة المصرمة يعني يفترض أن نتجاوز هذا التحدي وأن تستطيع الحكومة تأمين رواتب الموظفين. نعم السيد جبار العبادي عضو اللجنة المالية النيابية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@alsharqiya.com. دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وتنظيم ما يعرف بداعش شمالي محافظة صلاح الدين ابتداء من قضاء سامراء وحتى منطقة الفتحة شمالي قضاء بيجي بعد سيطرة التنظيم على الطريق العام الرابطة مع محافظة كركوك. ونقل مراسلون عن مصادر حكومية وعسكرية أن السلطات عطلت الدراسة في جامعة تكريت بعد سيطرة التنظيم على منطقة تلك صيبة والمبدد والمحاور المؤدية إليها الواقعة على بعد 30 كيلومترا شرق تكريت وعلى الطريق العام الرابطة مع كركوك، وأن طيران الجيش يواصل قصف مواقع التنظيم في هاتين المنطقتين الاستراتيجيتين. ونقلت رويترز عن مصادر محلية في صلاح الدين قولها إن تنظيم داعش اخترق ثغرة في خطوط الجيش العراقي وسيطر على قرية في المدينة. وقال المسؤول في ناحية العلم ليث حميد إن التنظيم استغل نقطة ضعيفة في منطقة جبال حمرين وهي منطقة لا تسيطر عليها القوات العراقية، وهاجم قرية تلك صيبة بعشر مفخخات منها عربات هامفي. نعم عمر، أعلنت القوات الأمنية حظرا للتجوال في ناحية العلم شرقية قضاء بيجي بعد مقتل عقيد في شرطة العلم وإصابة مدير شرطة الناحية وثلاثة آخرين بانفجار هامر مفخخة في تلك صيبة. وقالت مصادر مطلعة إن مساجد ناحية العلم تدعو بمكبرات الصوت القادرين على حمل السلاح للنزول للشارع تحسبا من تقدم داعش نحو الناحية. أوضحت المصادر أن التنظيم قام بنقل تعزيزات من الحويجة والموصل باتجاه ناحية العلم في محاولة للسيطرة عليها. في غضون ذلك أكدت قيادة عمليات سامراء أن القوات الأمنية أحبطت ثلاث هجمات انتحارية للتنظيم على قاطع كشيفة دون وقوع إصابات. ونجا قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن جمعة عناد من هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شرقي تكريت. وقالت مصادر أمنية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت مستهدفة موكب قائد عمليات صلاح الدين خلال وجوده في موقع متقدم بمنطقة تلك صيبة شرقي تكريت، ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة عميد ركن وأحد عناصر الجيش العراقي، مبينة أن عناد لم يصب بأي أذى. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. وزعت جهات مجهولة في ميسان منشورات تروج لأفكار ذات طابع ديني تحمل ختم جهة تسمي نفسها لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعتبر النساء غير الملتزمات بها بأنهن فاسقات. وتطالب المنشورات النساء في المحافظة باتباع جملة من الإجراءات المتعلقة باللباس والتعاملات اليومية، من بينها تحريم ارتداء الزي المدرسي أو الجامعي من دون عباءة. وحمل نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ميسان سرحان الغالبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المحافظة مسؤولية أي خرق أمني من قبل جهات
مندسة كما سماها، تروج لهذه المنشورات على أن يجتمع مجلس المحافظة لاحقا لمناقشة القضية. وقال الغالبي في بيان إن المجلس يستغرب تأخر وزارة الداخلية في حسم ملف قائد شرطة، مشيرا إلى شغور المنصب إثر المشهد الأمني عموما. قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق جاك هيجل إن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية كل ما يحدث في البلاد اليوم بسبب إسرافها في الوعود وعدم تنفيذ أي شيء منها. هيجل أكد في كلمة أمام معهد أتلانتيك للدراسات الاستراتيجية أن ما يشهده العراق اليوم هو نفور الشعب عن حكومته، خاصة بعد الإخفاق في لم شمل جميع المكونات تحت خيمة واحدة. And I think the Iraqi government bears considerable responsibility. أعتقد أن الحكومة العراقية ضعيفة جدا تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية إزاء ما يحصل في العراق، حيث كانت تسرف كثيرا بوعودها على مدى السنوات الماضية ولم تنفذ ما كانت تقول إنها ستفعله، خاصة فيما يتعلق بلم شمل السنة والشيعة والأكراد. إن كل ما حدث هو نفور الشعب العراقي بمكوناته عن حكومته أكثر من ذي قبل، بل أدى ذلك إلى حدوث انقسامات طائفية وعشائرية وتاريخية. كل هذه التراكمات لم تنفجر مرة واحدة، بل بقيت تتراكم وتتراكم. ويتذكر هذا الكلام بعض سفرائنا في الشرق الأوسط الحاضرين هنا، ممن ألفوا كتبا عن هذه القضية لأنهم عاصروها. من جهته وكشف وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر عن وصول قوة أمريكية خاصة إلى العراق لتنفيذ عمليات ضد داعش بالتعاون مع الجانب العراقي. وقال كارتر في كلمة من قاعدة فورت كامبل في ولاية كنتاكي إن القوة الخاصة تستعد للعمل مع العراقيين لملاحقة عناصر داعش وقادته. And the Specialized Expeditionary Targeting Force, I announced... إن قوة المهمات الخاصة التي أعلنت عنها في ديسمبر كانون الأول الماضي باتت جاهزة ومستعدة للعمل مع العراقيين للبدء في تعقب مقاتلي داعش وقادتهم وقتلهم حيثما نجدهم، هذا بالإضافة إلى المهمات الرئيسية الأخرى. إن تنظيم داعش كالسرطان الذي يهدد بالانتشار، إذ لا يمكننا معالجته باستئصال الورم فحسب، ولا بد لنا من استئصاله حيثما ينتشر والحيلولة دون عودته مجددا. You have to eliminate it wherever it is spread and stop it from coming back. وأكد السفير الأمريكي لدى العراق ستيوارت جونز أن وجود القوات الخاصة الأمريكية في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية. وقال لجونز في مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة الأمريكية قلل من أهمية أي ضربات محتملة لروسيا على مواقع تنظيم داعش في العراق، وقال إنه حتى لو طلبت الحكومة العراقية من روسيا ذلك فإن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها ستحقق فاعلية. أعتقد ما تراه من الولايات المتحدة هو التزام كبير وضخم، وهو يكلفنا مليارات الدولارات، وهذا يظهر التزام كبير أيضا في الدعم من خلال خبرائنا، وكل شيء نقدمه هو بالضبط ما طلبته مننا حكومة العراق، وهي لم تطلب مننا أن نقوم بأي شيء آخر. لذلك عندنا هذا التوازن بينما تقدمه الحكومة الأمريكية وما تطلبه الحكومة العراقية، لا نرى هذا على أنه تراجع. طبعا الضربات الجوية هذا قرار عائد للحكومة العراقية. أريد أن أقول لك أن الضربات الجوية في سوريا، الضربات الجوية الروسية لم تلعب أي تأثير في هزيمة داعش. الضربات الجوية الروسية في سوريا الحقيقة زودت مجال حيوي أكثر لداعش من خلال استهدافها المعارضة المعتدلة. من الواضح أن الضربات الجوية الروسية في سوريا هي تستهدف حماية نظام بشار، لذلك ما يمكن أن تحصل عليه من خلال الضربات الروسية. يبدو لي أنه لا تحصل على شيء كثير. الشيء الآخر هو الذي لن تحصل عليه هو الضربات الدقيقة، لأن الضربات الجوية الروسية في سوريا تقتل عدد مماثل من المدنيين مماثل للمستهدفين العسكريين. طبعا لا تريد أن تقتل المدنيين في العراق، تريد أن تقتل داعش. الروس ليس عندهم المعلومات والأهداف والقدرات، ولم
يستطيعوا لن يستطيعوا أن يقدموا ما تريد ما تريدوه أنتم في العراق أن نقدمهم، ليس عندهم هذه القدرات. ونرحب الآن بالشيخ ثائر البياتي أحد شيوخ عشائر صلاح الدين. شيخ ثائر مرحبا بك في هذا الحصاد، نبدأ وإياك من الوضع في محافظة صلاح الدين. من جديد تنظيم داعش يهاجم محافظة صلاح الدين ويسيطر على الطريق العام مع محافظة كركوك، كيف تنظرون إلى هذا الهجوم وتجدد الاشتباكات في محافظة صلاح الدين؟ نعم، اهلا وسهلا لك وتحية لمشاهدي قناة الشرقية. موضوع صلاح الدين موضوع شائك جدا. موضوع صلاح الدين انه داعش ما انتهى في صلاح الدين الى الان ولا لينتهي لاسباب كثيرة. اولا المواقع او المناطق اللي تم تحريرها، تم تحريرها ببيع وشراء، تم تحريرها بصفة يعني لا يمكن ان نقول عليها انه كان قتال وتطهير هاي المناطق من داعش. داعش ترك هاي المناطق وزحف الى مناطق اخرى وختل بالجبال والوديان وقسم توجه الى الحويجة، وعنده قدرة الحركة انه يرجع الى هذه المناطق باي لحظة. ما تم في هذه المناطق انه ما بعد التحرير تم تدمير المناطق هذه كلها. المشكلة مو بمشكلة داعش انه رجع سيطر على طريق او سيطر على منطقة، المشكلة انه السياسة المتبعة بتحرير المناطق ومسك الارض سياسة فاشلة بكل المقاييس لاسباب كثيرة. اولا منعوا الناس من العودة، منعوا تشكيلات من ابناء المناطق لمسك الارض، منعوا اي حركة لابناء المناطق في هذه المناطق المحررة مثل ما يدعون بين قوسين. موضوع التحرير اللي صار وعودة داعش، عودة داعش أنا أتوقعها راح تعود بقوة أكثر لكل المناطق هذه، وأتوقعها أنه راح تصير مآسي ومجازر أكثر. ما موجود حاليا في الساحة من حشود يعتبروها حشود أهل المناطق اللي هي تحت مسميات بعض الأحزاب وبعض التنظيمات، هذه الأحزاب والتنظيمات لها أهداف. أخي الكريم يعني خلي العالم يسمع وخلي الكل يعرفون أنه أنا موضوع صلاح الدين حصرا تم تحريره بداية مناطقنا مناطق محافظة صلاح الدين اللي ابتدوا بها من ناحية آمرلي، من حرروا ناحية آمرلي سلبوا 44 قرية وهدموها ودمروها. إذا تجي تلاحظ على موضوع المناطق الأخرى اللي تحررت من صلاح الدين، ألبو عجيل اتدمرت، الدورة اتدمرت، البيج النهبت ودمرت ما أكثر من 1000 بيت سووه ويا القاع. هذا مو تحرير، بمعنى أنه داعش والميليشيات اللي جتنا يعني اثنيناتهم بنفس العمل وبنفس النهج، وبقاء داعش بهذه المناطق مرهون ببقاء الميليشيات، وبقاء الميليشيات مرهون ببقاء داعش. العمل أنه يجب مسك الأرض من أبناء المناطق هذه بصورة صحيحة. ليش حشد؟ يعني الفتوى الكفائية اللي أطلقها السيد السيستاني أنه هذا من ضمن السياقات العسكرية أو من ضمن المنظومة العسكرية، ما حصل أنه هذه القوات اللي انضوت تحت لواء الحشد كانت قوتها وتنظيمها أقوى من الجيش وأقوى من الحكومة نفسها، بالدليل أنه إلى الآن صار شهر سنة وشهرين سنة وثلاثة أشهر بالضبط مناطق محررة إلى الآن ما قدر شخص واحد يرجع. ليش؟ لأن أكو عصابات إجرامية منضوية تحت لواء الحشد تمنع الناس من العودة. من نتحدث مع قيادات الحشد ويأمرون بعودة الناس، نجي ثاني يوم نلقي كوارث تصير بهذه المناطق مثل ما حصل في قضاء طوز بالنسبة لمنطقة البيات ناحية سليمان بيق، ومثل ما حصل في البعجيل، ومثل ما حصل في يثرب، ومثل ما حصل في عزيز بلد. البيجي بيها حشد من أهل المنطقة من الجيسات قاضمين المنطقة كلها، وإلى الآن ما خلوا عائلة ترجع ودمروا بيوتهم أمام عيونهم ودفعوا حشد البيجي واعتقلوا منهم. مناطق الباقية جابوا حشود تابعة إلى الفصيلة الفلاني أو الفصيلة الفلاني وتحت مسمى الحشد الشعبي، وبدأوا يسرقون وينهبون ويحرقون بالبيوت، وبدأت الاتهامات على أبناء المناطق. أخي الكريم خلي نكون واضحين وخلي الشعب يسمع أنه هذا مدروس بدراسة عميقة وممنهجة. تطهير ديالة ابتدأ أكثر من سنة، تطهير ديالة من مكون السنة. هذه الميليشيات الطائفية اللي تعمل بأجندة خارجية عندها توجيه هدفها كل العراقيين وليس المكون السني فقط. طهروا بغداد من المسيحيين والمكونات والأخرى،
طهروا يعني قاتلوا وقتلوا أتباع السيدة طيب صرخي وسحلوهم. شيخ ثائر، شيخ ثائر إذا سمحت لي لنبقى في صلاح الدين. أنت تقول شيخ ثائر إذا سمحت، شيخ ثائر إذا سمحت لنبقى في صلاح الدين، أنت تقول إن إذا بقي الأمر هكذا أنت تتوقع أن تعود داعش وتسيطر بقوة أقوى من قبل. هل أصبحت صلاح الدين بهذه الهشاشة بعد التحرير؟ يعني ألا يوجد قوات أمنية؟ ألا يوجد أبناء عشائر؟ ألا يوجد من يدافع عنها؟ لماذا تقول بأن داعش سيعود وأقوى من ذي قبل؟ كل المؤشرات أختي الكريمة، كل المؤشرات تشير إلى عودة داعش لهذه المناطق ولأسباب عديدة. أولا حوض حمرين إلى الآن ما مطهر، تل قصيبة اللي سيطروا عليه اليوم وانسحبوا من عنده سيطروا عليه بساعات، الجزيرة اللي محاذية إلى تكريت إلى الآن ما قدر الجيش أو الحشد يدخلها، أطراف سامرة قتال يوميا موجود به، أطراف العلم أكو قتال به. وين التطهير مال صلاح الدين؟ أي تطهير اللي يحشون عليه؟ حوض صلاح الدين، حوض حمرين هو نفسه حقل عجيل وعلاس يوميا يتعرض إلى قصف ومداهمة من قبل قوات داعش. شنو القوة اللي متواجدة هناك؟ أبناء المناطق أساسا ما راجعين. لو يرجعون أبناء المناطق ويمسكون الأرض ويعرفون الأرض جيدا راح يقدرون يصدون هذه الهجمات كلها، وممكن تطهير صلاح الدين بقوة تعدادها أكثر من 3000 4000 مقاتل فقط. ليش؟ لأسباب عديدة. احنا بلغنا وطلبنا انه نشكل قوة بتعداد فرقة من ابناء محافظة صلاح الدين لمسك محافظة صلاح الدين جميعها بعد ما تهدمت وتفلشت الفرقة الرابعة وفرقة الشرطة الاتحادية، بعد ما كانت جيش والشرطة المتواجدين في هذه المناطق سحبوا وتركوا سلاحهم وانهزموا وخلوا أبناء العشائر طعم يعني لذيذ بأفواه داعش، بدأوا يقتلون من عندنا. يتهمون السنة أنه السنة كلهم دواعش أو موالين أو تابعين إلى داعش. هذا الاتهام الباطل اللي هو جاب لنا كل البلاء من أول يوم من بعد 2003 وإلى الآن السنة متهمين. يا أخوان هسه احنا يعني جايين مد يدينا وصار لنا سنة ونص مهجرين، الناس تبهذلت، ليش تخلون تكسبون الناس عدو لكم؟ ليش تكسبون الناس انه يروحون يرتمون بأحضان داعش وما يمثل داعش؟ احنا من أول يوم أهدرنا دم كل من خرج عن الشرعية في العراق، أهدرنا دم داعش ومن عمل بعمل داعش. اللي حدث في مناطقنا حدث بمسمى قيادة، مسمى الميليشيات هم نفسهم الدواعش. الدواعش إلى الآن منتشرين في المناطق، إلى الآن عندهم قوة وقدرة حركة، ما ممكن أن يسيطرون على هذه المناطق إذا ما يشكل قوة من أبناء صلاح الدين حصرا. ما محتاجين لنا حشود تجينا من الجنوب، الجنوبية معتلقة نار خلي يروحون للجنوب. عمي خلونا احنا نصف في مناطقنا، دعمونا. اذا احنا طلبنا سلاح يقولون ما عندنا، طلبنا نشكل قوة ما يقدرون، ننضم للجيش ما يقبلون، ننضم للشرطة الاتحادية ما يقبلون، يا اما تصير حشد تحت مسمى الفصيلة الفلاني او المنظمة الفلانية او انت متهم اساسا داعش. هل من المعقول انه في صلاح الدين اكثر من 30,000 داعشي وهي دخلت صلاح الدين كلها 14 سيارة بهورنات ولايتات واحتلوا صلاح الدين؟ هل معقول انه اهل صلاح الدين تحولوا من 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 مدينه مسالمه ملتمه بها كل ابناء العراق؟ نعم. من كرد وعرب وصلت الفكره وسنه وشيعه. نعم وصلت الفكره الشيخ ثائر البياتي احد شيوخ عشائر صلاح الدين. نعم محافظ صلاح الدين نفسه ما يقدر يطب. نعتذر عن المقاطعة الشيخ ثائر البياتي احد شيوخ عشائر صلاح الدين، لكن لضيق الوقت كنت معنا، شكرا جزيلا لك. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. تظاهر العشرات من منتسبي شركة نفط البصرة للمطالبة بصرف الأرباح المتراكمة وتثبيت المتعاقدين الذين أمضوا عقودا في الخدمة برواتب ومخصصات اسمية لا تسد رمق العائلات. وانضم للتظاهرة التي تزامنت مع زيارة عدد من المسؤولين في الحكومة المركزية إلى المحافظة، انضم إليها ناشطون ومطالبون بإعلان الإقليم لإيصال رسالة مباشرة لصناع القرار حول مظلومية المحافظة. مازن الطيار والتفاصيل. تظاهر عدد من موظفي شركة نفط البصرة الجنوب سابقا أمام مبنى فندق البصرة الدولي مطالبين بصرف أرباح الشركة السنوية للموظفين وصرف قطع الأراضي لهم.
مشاكل من هذه المشاكل هي ملف استحقاقات ارباح من 2013 واحنا اليوم في 2016. من 2013 ديوان الرقابه الماليه لم يحسم الموضوع ولا شركه نفط الجنوب ولا الوزاره. عندنا قطع اراضي بالحدود هنا قريب الشلامشه بالتنومه. رغم مشاركه غير الموظفين في التظاهره الا ان بعض المواطنين طالبوا ان يخرج المتظاهرون من مطالب فرديه الى مطالب اكبر واكثر تاثيرا في حياه المواطنين كنقص الخدمات الطبية والبلدية وأزمة الكهرباء. دعاة الإقليم أيضا كان لهم وقفة مع قلة العدد، لكنها وقفة وإن كانت للتذكير بأن الحل يراه البعض بإقامة الإقليم. من نطلع يوم الجمعة الكل تطلع، أنا مو عندي مصلحة أطلع لمود مصلحتي. أنت أطلع، أنت هسه شخص أطلع على البصر شوف أكو ناس قد محرومة يا أخي، والله ما عندها أكل تاكل. زين اللي بالعائلة اللي ما عنده أحد يطلع يظهر، أنا غير أمثله، أنا أخو أطلع مكانه. حتى لا يتصور البعض أنه خارجين لمصلحة شخصية وأغراض، ما قد يقول البعض أنه نفط الجنوب من أجل مادة فقط، يخرجوا من أجل أرباح فقط. لا، احنا نخرج من اجل مصلحة البصرة ومن اجل مظلومية البصرة. اللي اسمعني يا احمد الله يوديك، اسمع لي انا ما جاي اعترض على القضية، بالعكس هذا من حقك، انت جاي على مدى القضية من حقك، بس خلي يكون المطلب واضح بصورة عامة. عندنا مطالبنا النفط خاصة بالنسبة لنا، نفط الجنوب بس موظفين نفط الجنوب، لا نفط الجنوب بكل الشعب العراقي. تظاهرات يطالب فيها منتسبو شركة نفط البصرة بحقوقهم، وهي جزء من مطالب اعمق واكبر تتعلق بمظلومية البصرة. مازن طيار، الشرقية نيوز، البصرة. هزت موجة من التفجيرات العاصمة الإندونيسية جاكرتا، سقط فيها نحو 20 قتيلا وجريحا في أول هجوم يشنه تنظيم داعش على الدولة التي يعيش فيها أكبر عدد من المسلمين في العالم. وقالت الشرطة الإندونيسية أن مسلحين من تنظيم داعش شنوا هجوما بالأسلحة النارية والقنابل وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأن 5 متشددين بينهم أجنبي قتلوا في الهجوم. واستغرق الأمر من قوات الأمن نحو 3 ساعات لإنهاء الهجمات قرب مقهى ستاربكس ومتجر شهير في جاكرتا، بعد أن تبادل نحو 7 مسلحين النار مع رجال الشرطة ثم فجروا أنفسهم. وقتل في الهجوم رجل شرطة ومواطن كندي، ما يرفع عدد القتلى إلى 7، منهم 5 مهاجمين، وأصيب 17 شخصا من بينهم هولندي. وكانت إندونيسيا في حالة تأهب خلال الأسابيع الأخيرة، وشنت شرطة مكافحة الإرهاب حملة استهدفت أشخاصا يشتبهوا في وجود صلات لهم بتنظيم داعش. ووقع آخر هجوم كبير تشهده إندونيسيا عام 2009 عندما انفجرت قنابل في فندقي ماريوت وريتز كارلتون. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الحصاد، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.